بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم والجمهور الحاضر ما شاء الله مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز هنا في هذا اليوم ما شاء الله، وانطلاقة سن الحقيقة. شكر دائما موصول حقيقة لجميع اللجان العاملة هنا على أرضية هذا الميدان، سواء في الانطلاق هناك أينما تتواجد الشكر لها موصول. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بنقول الشوط الثاني عشر، والشوط الثاني عشر مع الجعدان ما شاء الله تبارك الرحمن، وهناك متوكل حمد عمران بن راشد الحمودي الاكتبي حاضر مع متوكل في المركز الأول، وفي المركز الثاني هناك اللي هو وليف لمطر بن سعيد بن حلوة، وثالث المراكز الحود محمد بن أحمد بن حلوة، هو في المركز الرابع مرموق علي بن حميد الرزي الشامسي، وهناك التراثي لسالم بخلب مطر معلوان، وفي المركز الخامس ولا بنقول سادس المراكز بنيتي من الجانب الثاني، المركز السادس مرافق أحمد بن سيف الغويص من يأتي بمرافق على سادس المراكز، وهناك نجد سالم بن علي بن مطر بن علوان سابعا، وفي المركز الثاني مرعد صلاح بن احمد بن غريب، وفي المركز التاسع اكسبو هناك في تاسع المراكز هيل بن خليفه بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر شهم للسيد خليفه بن محمد بن قحيد المهيري. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، ضعناها عليكم بالفوت تمام. هكذا كان الوصف ما شاء الله المراكز العشرة اللي تتواجد هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة. ويا سلام يا بن حلوة، الله يا بن حلوة الصامد مع سلهود، وفي مركز الأول الباحث عن نقطة ثانية في هذا الشوط، وفي المركز الثاني بنقول متوكل حمدان عمران بن راشد بن حمودي الاكتبي ايضا حاضر هنا مع متوكل، وفي ثالث المراكز التراثي سالم بخلف المطر بن علوان، ورابعا مرعد صلاح بن احمد بن غريب ايضا حاضر، وفي المركز الخامس نجد لسالم بن علي بن مطر بن علوان. هكذا كانت النتيجة حاضرة ما شاء الله المراكز اللي ذعناها عليكم بالهو تمام، ونحن في طريقنا هناك في طريقنا الى كيلو السعادة ما شاء الله، كيلو الناموس، كيلو السعادة والناموس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هنا مع هذا الانطلاق الجميل يا سلام. اللي في المركز الأول ما زال سلهود محمد بن أحمد بن حلوة من يقدم سلهود على أول المراكز، هناك اللي هو المتوكل حمد بن عمران بن حمود الراشد بن حمود يكتبي أيضا حاضر مع المتوكل، وكلنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. وفي المركز الثالث التراثي لسالم بخلب مطر بعلوان، وصل نجد نجد ما شاء الله لسيد سالم بن علي بن مطر بن علوان حاضر نجد، وخامس المراكز مرافق لأحمد بن سيف الأغويس، وصل اكسبوا لسهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. الله يا ابو راشد ما شاء الله من يقدم اكسبوا، اللي ينتقل من موقع الى موقع ما شاء الله، ومن مركز الى مركز حتى هذه اللحظة على المركز الاول، والصامد ما شاء الله على مقدمة الشوط. بنقول سلام، وين الزيد ولا الخوانيج؟ الزيد ولا الخوانيج يا حمد يا ابو شاب، خلك هناك مع الصدارة، خلك مع اكسب ومرافق حتى خط النهاية، والناموس متوكل متوكل واكسبوا اثنين في موقع بالحمودي وبالحمير. الله يا متوكل
ما شاء الله يا متوكل اكسبوا متوكل اكسبوا متوكل ولا اكسبوا اكسبوا ولا المتوكل واللجنة بنقول لك هناك. المركز الثالث لمضرب سعيد من حلو، المركز الرابع سالم مخلا من طابع الوان، وفي المركز الخامس سعار سالم بن مطر مع الوان. بنقول هكذا ولا سادس مراكز، هكذا كانت النتيجة للمراكز ذعناها. عليكم بالوفاء تمام لحظات، وسوف نشوف ما شاء الله قرار اللجنة هنا عند خط النهاية والتوقيت. بنقول 4:42 تهانينا والناموس لحظات ما شاء الله، وسوف نوافيكم بالوصف التفصيلي والجميل.